موضوع يختلف تماما، بدنا نروح لغير ضفي نهائيا. صبية صغيرة لم تتجاوز 8 سنين أو 9 سنين خضت الرأي العام بلبنان بتصرف تلقائي. هي كانت مجمعة مصاري بإجي على أساس هيدا لإلها ومصروفها، فجأة قررت إنها تفتح الإجي وتقدم مصرياتها لسماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ليشتري فيهم صاروخ لمحاربة إسرائيل. هذه الطفلة اللي تصرفت هذا التصرف ببراءتها هي حوراء ندى، معنا الليلة لتخبرنا كل التفاصيل، خصوصا بعد ما تم استدعائها من أيام قليلة وتم تقديم لها قرآن كريم مع إهداء قدم لها من قبل سماحة السيد نصر الله. وحوراء هي منا الطفلة الأولى اللي أقدمت على هكذا عمل، من تقريبا 9 سنوات أو من 8 سنوات بسنة 2011 جاد حشيشو أيضا أرسل برسالة لسماحة السيد بنفس المضمون. الليلة كمان رح نبرمنا تنشوف جاد وين صار وقدي صار عمره وشو عم بيعمل اليوم، ورح يكون هو وحوراء معنا بعد هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد حسن رح أتكلف بدون احتفال، خذ المصاري وجيب صاروخ، بدي ماما 25,000 ليرة بس تقبض بعطيك يوم، بحبك يا سيد حسن حوراء. أنا شفت للسيد حسن على التيفي وهو بيقتل الأعداء، أنا صمت المصاري عشان أعطيه يجيب فيهم صاروخ يقتل فيهم الأعداء. من هي وصغيرة بتشارك بكل الأنشطة، يعني معايشة وضع سوريا، بتعرف إنه بيطلعوا الشباب على سوريا في فوق حرب بدهم يقتلوا الدواعش، بتعرف إنه في شهداء. كنت أنا عند أختي، شافت جارة أختي عطتني ظرف لتجهيز المجاهد، فقمت أنا حطيت بقلبه مصاري وعطيت إياه. فلاشي ماما حطيتي مصاري، ماما هدول لنتبرع فيهم لشباب المقاومة. تفاجأت أنا وبالدوام على فكرة ما كنت بالبيت، قالت له لبيا إنه هي بدها تتبرع للمقاومة وهيك، قال لبيا إنه أوكي معش معك مصاري أنت، قالت له إيه معي بالإجي لكم مصاري، قال له بدك تفتح الإجي يعني، قالت له إيه بدي أفتحها، قال له وقد إيه بدك تعطي منها، قالت له كل اللي بيطلع بقلبه. هذا الكلام بوجهه للإسرائيلية إنه أكيد ما عشي قتلوا الأولاد الفقيرة، إنه بكون بعدها مش أكل شيء ومش عم تشرب، حارمينهم هن من الأكل. إذا بقى بتقتلوا الأولاد الصغار السيد حسن رح يقتلكم، إنه عم يقتلون بلا سبب. أنا بحب شوفك يا سيد حسن وبحب شوفك عشان أعطيك المصاري اللي جمعتهم. مش بس مصرياتي فيدا السيد وأنا روحي فيدا السيد. حوراء ندى مساء الخير. مساء النور. إيه، نحن شو اتفقنا؟ ممنوع نستحي صح؟ زينب علي قلقاس والدة حوراء مساء الخير. جاد حشيشو طفل اللي أرسل برسالة لسماحة السيد بسنة 2011، شو كنت عم بتطالبوا فيها؟ هلا أنا وقتها بعت لي إياها وقتها كرمال يجيبوا طيارة. طبعا ما كان مبلغ كافي يعني، بس وقتها أنا وصغير كنا هيك نفكر. قد كان عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين يعني تقريبا بعمر حوراء اليوم. ورد عليك السيد برسالة على رسالتك، شو بيقول لك فيها للرسالة؟ شو بيقول لك بالرسالة؟ اقرا لي شو بيقول لك. عزيزي جاد، أشكرك على محبتك للمقاومة ولحزب الله وفلسطين وعلى تبرعك بنقودك للمقاومة، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لتكون مقاوما للاحتلال وناصرا للحق إن شاء الله، مع تقديري ومحبتي نصر الله في 26/2011. حافظها. أنت بتقول برسالتك إنه لما تكبر بدك تنتمي للمقاومة، انتميت للمقاومة؟ هلا بعد 18. نرجع لعند حوراء بس لملاحظة صغيرة للرأي العام. نحن لما رحنا صورنا حوراء بمنزلها
حوراء لم تكن محجبة بعد، لهالسبب شفنا حوراء بلا حجابها. تحجبت بعد تصويرها أثناء تقديم لها القرآن الكريم بحلقة انعملت خصيصا على قناة المنار الزميلة، وتم تكريمها بشكل مفاجئ على المنار وألبسوها كمان الحجاب. لهالسبب شفنا حوراء. وسألنا قبل ما ندخل إذا كان هذا الموضوع يعني يخالف الشرع ولا لا، قالوا لي أصلاً هي بعدها تحت عمر التكليف ما في مشكلة، وتانياً بما أنه تم تصويرها قبل ما تحجبت كمان ما في مشكلة. خلينا نشوف شو صار على المنار مع حوراء. وهيدي حوراء لبست ثوب تكليفها الجميل، هي هدية سماحة الأمين العام الله يحفظه سماحة السيد حسن نصر الله للمكلفات، مبروك. فإذا هذا المصحف من سماحة موقع من سماحة السيد حسن. بالإضافة لمجموعة كبيرة إن شاء الله من هدايا هلا بتستلمها حوراء، عبارة عن ثياب للمكلفات، مكلفات وشرعي. قد إيه مبسوطة هلا؟ كثير كثير. يعني هذا أحسن من حفلة التكليف كنت بدك تعمليه لو عملت الحفلة بالإج والمصريات؟ حسيت إنه هذا تعويض للحفلة اللي كنت حابة تعمليها؟ هذا هو القرآن في شكرا، بس لأنه أكيد في عليك أداء. بسم الله الرحمن الرحيم، مع دعائي بالتوفيق وحسن العاقبة، مع توقيع فشو يا حوراء، كيف إجت هاي الفكرة على راسك أنك تفتحي الإجي اللي مخبيتيهم لتكليفك وحبيت تقدميهم لسماحة الأمين العام؟ ماما مرة شفتها عم جايبي ظرف فبدها تتبرع على مجاهد، فأنا قررت أعمل مثلها. أها، قد إيه طلعوا المصريات؟ 106 مية؟ 106 وستة آلاف مع ال 25 اللي أمك ما عطيتك إياهم؟ رجعوا بعض. رجعتي أخذتيهم؟ لا، أنا قلت لهم ممكن إما ما عم تعطيها إياهم فكلفت كلفتهم يجيبوهم. ما ضل حدا إلا ما خبرته وقال له 25 ألف هدول. إيه؟ سوري في مشكلة بالميكرو، بس عم بتقول ست زينب إنه بما إنه كل العالم عرفت إنه بدهم منا بنتها بدها منا 25 ألف فراح تعطيها ال 25 ألف مباشرة على الهواء، هيك بنكون بتكوني صفيتي دمتك. بس لا أخذتيهم منا أنت ال 25 ألف؟ هذا السؤال. وهي عنا هون الإج إجت الدعم كمان عنا إياها موجودة بالبيت، يعني فهي إجتنا الزيادة غير إجت الدعم. شو عندك غير اسم الله؟ بنوت تانية. الله يخلي لك يوم. الله يخلي لك يوم. عملت نفس الشيء هي على فكرة كمان. صارت تبكي بدها تفتح الإج فتحتها وتبرعت فيها كمان. كمان. حوراء شو بدك تعملي فيهم هول 25 ألف؟ كمان عديهم بالأول، عديهم تأكدي منهم. إيه. علاء أنت اليوم جبت جد وصلت له؟ لا أنا مع تحياتي لزميلنا نزيه كمان بصيدا اللي هو اللي بعث لي عفيف سوري نزيه أنا. اليوم ما حافظ ولا اسم حتى باسمي غلطت، فبعت لي زميلنا عفيف جرادي بعت لي الرسالة اللي بيقول لي فيها عنك، بس أنا ما توقعنا أنه نلاقيك بهيدي السهولة اليوم وتكون حاضر. أنا برأيي بلبنان وبأمتنا العربية على كل المستويات، يعني تما نخدها ونحصرها أنه لأنه مقاومة وحزب الله ومعي، إحنا عم نحكي على كل الطوائف وعلى كل المذاهب وعلى كل إنسان وطني، كل إنسان وطني بيقاوم على طريقته، منه من بيقاوم حسب فريق يمكن عقائدي أو سياسي هو يعتقد فيه ويثق فيه ويؤمن فيه، في فريق آخر عنده توجه آخر بمكان آخر، ولكن بما أنه عندنا هذه التربية بمجتمعاتنا الوطنية على حب الوطن على حب لبنان على الدفاع عن لبنان والاستبسال بالدفاع عن لبنان، بوقت أنه في ناس عم يسرقوا لبنان وعم يسرقوا مصرياتنا وعم يسرقوا مصريات الدولة ويمكن صاروا بيعين لبنان 100 ألف مرة، لما عم نشوف هيك جيل موجود بنطمن انه البلد رح يكون بألف خير. على انت عندك موضوع كتير مهم عم نأجل لك هي من جمعة لجمعة. على دخل السويدة
بعد الأفلام اللي انتشرت مؤخراً نشروها عن داعش، كيف عملوا عملية الاختطاف والمجازر اللي ارتكبوها بحق أهل السويدة. قدرنا نوصل لسويدة وعامل تقرير بياخد العقل إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة يتم عرضه. شكراً لك ست زينب، شكراً لك حوراء، شكراً لك جاد، شكراً لكل مواطن لبناني مقاوم بداخله بحب لبنان وكرمال لبنان وفداء لبنان. بنوجه له تحية من القلب. بس هلأ بدنا نطلب طلب. هلأ نحن من حوراء، أنا سمعت أنه سمحت السيد يمكن يطلبها لعنده، أنه تخدنا معه قال ما فيها. بدك تروحي وحدك؟ لا تروحي وحدك؟ لا هي وعدتنا. شو وعدتنا برا؟ ما بتروحي وحدك. تفضلي تفضلي. لا اي طالعي طالعي صار. أنا بس بدي وجه تحية لأنه من وقت ما حوراء نزاع البوست وهيك، ففي كتير دقوا بدهم يعملون هني حفلة التكليف كرمال حوراء. بدي أشكر مطعم القرية لأنه هو قدم له حفلة التكليف بإدارة الأستاذ موسى. بعرف شو جيد هلا عليكم فتير دعايات. هلا قبل شوي شكر بانك، هلا انت شكرتي مطعم، هلا انا بيجيني كمان في صفحه ديكوريفا هي اللي بدك تستلم فيها اخر الحلقه. انا هلا فاتوره طويله عريضه لا ادفع فيها الاعلانات. على كل نحن بنوجه لهم تحيه كمان كل العالم اللي الله يعطيها ايام حلوه ويا رب نشوفك عروس وصبيه حلوه مثل القمر. الله يخليكي. شكرا مدام، شكرا لك جاد، شكرا لك علاء.